سلام يا ابن الروح القدس، سلام واحد امين تحل علينا الاعمال والبركات والغنى في الامين. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده الكنيسه تسميه فصح يونان، عامل زي عيد الفصح بالظبط. يونان كان في وجوده في بطن الحوت او في جوف الحوت، كان وجوده على مثال او كمفاتنه او زي بروفه كده لوجود المسيح في القبر ثلاث ايام ويطلع منه حي. عشان كده الكنيسه تسمي النهارده اليوم ده اسمه فصح يونان، فصح يونان. سفر يونان أربع أصحاحات. لو نتعلم منه كده أهو ناخد جملة من كل سفر على قد ما الوقت يكفينا، مش هطول يعني. جملة من كل سفر كده أهو نكمل فيها درس. مليان دروس، الأربع أصحاحات دول مليان دروس. ويونان النبي لحسن حد يفتكر إن إحنا يعني يونان ده عشان كسر كلام ربنا وعشان هرب وعشان لا، يونان ده نبي قديس عظيم الكنيسه تطلب شفاعته وتقول بصلوات وشفاعه يونان النبي يا رب العالمين وكان خطايانا. يونان النبي ده كان انسان عظيم لدرجه ان هو بقى رمز للسيد المسيح في وجوده في القبر. فاصحاح اول اللي حضر منكم الاربع الثلاث ايام اللي فاتوا في الاصحاح الاولاني جمله عجيبه جدا، يقول لك يونان كان رايح هربان من ربنا فوجد سفينه فدفع اجرتها، دفع اجرتها، ونمسك بكلمه دفع اجرتها دي. الخطيه مكلفه. الخطيه مكلفه. الانسان اللي يبحث عن خطيه، يروح يدور على خطيه، عشان يعمل خطيه بيتكلف ويدفع على الاقل اللي ما كانش من فلوسه، على الاقل من وقته، من سلامه، من طهارته، من امانته، بيدفع. الخطية مكلفة، الخطية بتخسر، تخلي الإنسان يخسر. واحد عاصي من ربنا وهربان من وش ربنا وكمان يدور على خطية علشان يدفع فيها علشان يروح يعمل أي خطية. لو نفتكر أبونا آدم وأمنا حواء ساعة ما الثمرة احلوت في عينيهم، للحظة احلوت في عينيهم وللحظة التزوا بيها وأكلوها، يا دوب دخلت في حلقهم الحلاوه بتاعتها، مجرد ما دخلت في حلقهم اللي حصل؟ تكلفوا والخطيه كلفتهم والعصيان كلفهم، لغايه النهارده احنا موجودين في الارض ده ايه؟ موجودين في الارض بصفه ان احنا طردنا من الفردوس اللي كنا فيه، ومنتظرين ان احنا نرجع للفردوس تاني اللي المسيح فتحه بالقيامه، لكن منتظرين نترك ارض الشقاء دي ونرجع للفردوس. هذه الخطيه مكلفه. واحد زي شمشون وهو كان قاضي من قضاة إسرائيل للأقوياء، شمشون ده يعني يضرب به المثل في القوة، ولكن كانت في حتة ضعيفة عينيه، رغم إن كان قوته في شعره لكن عينيه كانت ضعيفة، مجرد إن عينيه تبص يمين شمال ما يعرفش يلمها. وفعلا كانت عينيه هي سبب سقوطه وسبب هلاكه، وفي النهاية كانت عينيه برضو عقوبة له إنه قلعوا عينيه وربطوه في الطاحونه وقعد يلف عامل زي الحيوانات. كانت الخطيه مكلفه، كلفته كرامته وكلفته من سلامه ومن قوته كمان. شمشون قاضي من قضاة اسرائيل العظام اللي احنا بنستشهد بيهم في قوه الايمان، لكن نتعلم منه الحته دي ان الخطيه مكلفه. احيانا الواحد يقول كلمه ببساطه والكلمه دي تحتاج لسنين عشان الواحد يعالجها. ممكن واحد يقول كلمه ببساطه ويتكلم عادي كده اهو، وكلمه تجرح واحد او واحده من غير ما اخد بالي، نقعد شهور وسنين يمكن علشان نعالج الكلمه اللي طلعت بقصد او بدون قصد. فالخطيه مكلفه. يونان وجد سفينه فدفع اجرتها. في الاصحاح الاول عدد ثلاثه، هناخد واحد اثنين ثلاثه اربعه اصحاحات ونحفظ الاعداد، عدد ثلاثه. في الاصحاح الثاني عدد ثمانيه. ثلاثة ثمانية، احفظوا معايا. عدد ثمانية يقول إيه؟ يونان الذي كان في جوف الحوت وبيصلي، وبعدين قال جملة كده وسط الصلاة، قال الذين يراعون أكاذيب باطلة يتركون نعمتهم. الذين يراعون أكاذيب باطلة يتركون نعمتهم، يعني إيه؟ اللي بيعمل ترتيب عشان حاجات باطلة بيترك النعمة اللي هو فيها. اللي بيعمل ويرتب ويحسب ويخطط لحاجات باطله النعمه اللي هو فيه ممكن تزول. الذين يرعون اكاذيب باطله يتركون نعمتهم. نضرب مثل باشهر شخصيه
كان في مجد وسقط هو الشيطان. الشيطان كان في مجد، ويقول عنه كده ربنا يقول عنه أنت كامل الجمال. الشيطان ده كان رئيس ملائكة وكامل الجمال، كان مخلوق كامل، ولكن لأن فيه إرادة وفيه حرية، ولما دخل في الامتحان سقط الشيطان وأخذ معاه كل الملائكة اللي زيه. كان في نعمة وسقط منها. الذين يراعون أكاذيب باطلة يتركون نعمتهم. بص لنفسه لقى نفسه منور وليه قوة، فكر إن القوة دي من نفسه، ما هوش عارف إن القوة دي جاية من إله القوات. الواحد فينا لما يلاقي في نفسه فيه نعمة، اوعى تفتكر دي مش شغلتنا، ده ربنا هو العامل فينا أن نريد أن نفعل. الله هو العامل فينا أن احنا نريد وإحنا نفعل. إيه الفضل لينا؟ يقول كده بولس الرسول إن احنا أواني كثافية النعمة موجودة فيها. إيه الفضل الآنية الكثف الطين إنها تفتخر وتقول أنا جوايا نعمة؟ ده أنا كل شوية طين ممكن فكرة توديني يمين وفكرة توديني شمال. الذين يرعون أكاذيب باطلة يتركون نعمتهم. واحد تاني مشهور برضو في الموضوع ده هو انه كان في نعمه وتركها بارادته لابن الدار. كان في بيت ابوه وكان ابن العز يعني، وكان هو الوريث من ضمن الورثه لابوه، ولكن ترك كل ده لما خدعته شهوات العالم، دور على اكاذيب باطله فنعمته تركته. الذين يرعون اكاذيب باطله يتركون نعمتهم. مثل تالت زي يهوذا كنتم عارفين. يهوذا كان في نعمة وكان من المقربين للمسيح وكان عنده الصندوق، يعني كان أمين الخزنة زي ما تقول كده، هو عاملين الجمعية وهو أمين الخزنة، والسيد المسيح اداله الأمانة دي علشان خاطر يعني يمكن يفوق لنفسه، يمكن يحس إن أنا بحبه، يمكن في يوم من الأيام يراجع نفسه يقول لك يا بديني ثقة ما خونهوش، يمكن. ولكن مع الأسف ده في الآخر تغلبت عليه الأكاذيب الباطلة دي وخلته يترك النعمة اللي هو فيها بإرادته، حط حبل المشنع حول رقبته وترك النعمة وغير مأسوف عليه. يبقى صح أول من عدد كام؟ ثلاثة، والثاني 8. ثلاثة وأربعة، عدد أربعة وأربعة عشان ما تلخبطش. في إصحاح ثلاثة عدد أربعة، بعد ما طلع يونان من جوف الحوت، يقول السفر ان كانت المدينه نينوى دي مدينه عظيمه مسيره 3 ايام. فيونان ابتدى يمشي مسيره ايه؟ يوم واحد. ابتدى يمشي مسيره يوم واحد، زي ما تقول يعني ايه رايح المشوار متوسط يعني برضه. فمشي يوم واحد. عارفين يعني يوم واحد؟ يعني مش كل الناس اللي في نينوى شافوه. ده يا دوب الناس سمعت عن يونان. يعني الناس ما سمعتش يونان بيوعظ ولا بيتكلم، ده الناس سمعت من واحد لواحد لغايه لما قالوا ان ده في واحد اسمه نبي اسمه يونان جه بيقول ان الله هيقلب المدينه بعد 40 يوم لو ما تبتوش. كل المدينه تركت الشر والخطيه ونادوا بصوم. زي ما بنقول كده اهو، اهل نينوى دول بيتلتكوا على التوبه. بيتلتكوا عايزين فرصه للتوبه. ده ايه ده؟ ده الواحد فينا بيتلتك على خطيه. ساعات الواحد يبقى رايح مشوار كده اهو يقول لو لقيت كذا هعمل كذا، بيتلكك. طب ده دول بيتلككوا على التوبه، ده لما لو شافوا اليونان كان يعملوا ايه؟ لما نادوا بصوم وتابوا وتركوا الخطيه، لو شافوا اليونان وسمعوا الوعظ بتاعه، اليونان ده كانت خدمته قويه لدرجه ان يقول كلمه على اول المدينه توصل لغايه الملك في عرشه، كانت خدمه قويه، لان كان روح الله معاه برضه، لان هو زي ما قلنا نبي قديس عظيم. فنينوى دي يضرب بيها المثل في التوبه. عشان كده المسيح يقول ايه؟ نينوى دي تقوم يوم الدين وتدين رجال هزبيل. هيبقوا سبب دينونه علينا لانهم تابوا بمولادات يونان. ويقول لهم عندكم اعظم من يونان. يا سلام. ده احنا في العهد الجديد عندنا اعظم من يونان واعظم من نينوى واعظم من كل الملوك والانبياء. عندنا المسيح نفسه اقنوم الكلمه حاضر كل يوم على المذبح. الناس اللي مش من شعب الله، نينوى دي بعيد عن شعب الله، اللي مش من شعب الله سمعوا رسالة يونان تابوا بمجرد كلمة سمعوها. أمال إحنا اللي عايشين في النعمة نعمل إيه؟ واحد يتكل يقول لك أنا الحمد لله أنا ما بتعمد وبعترف بتناول على طول، مالناش دعوة بأفعاله، هو بس إيه عنده
كارثة كل السماء ان انا مسيحي ارثوذكسي، طب تصرفاتك مسيحيه ارثوذكسيه ولا لا؟ ها؟ يقول كده معلمنا بولس الرسول، ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون. مش كل واحد يقول عن نفسه انا من شعب الله بقى من شعب الله. ولا عشان هم نسل ابراهيم بقوا هم ورثه الموعد. مش عشان واحد يقول انا ابويا ابراهيم او انا مثلا اتلمست على ايد ابونا فلان او اب اعترافي ابونا فلان، صحيح بركه وكل حاجه، لكن كل ده ما يتحطش في حسابك الا اذا كانت تصرفاتك تشهد ليك مش عليك. زي ما قلت لك بولس الرسول، في ناس لهم صوره التقوى ولكن ينكرون ايه؟ قوتها. ليهم صوره التقوى لكن ينكرون قوتها. ف مدينه نينوى هتكون سبب دينونه على الناس اللي ما بتسمعش ما تستجبش لدعوه التوبه اللي باستمرار. يبقى صح 1 عدد 3، صح 2 عدد 8، صح 3 عدد 4، عشان لو نسيتوا بس الكلام ترجعوا تاخدوا الاربع ايات دول. اخر اصحاح في عدد 4، يونان 4:4 يعني، والكلمه دي اتكررت مرتين في 4 و9. يقول له هل اختصت بالصواب؟ هل اختصت بالصواب؟ اول مره لما ربنا رفع غضبه عن نينوى وما عملش الشر اللي كان هيعمله فيهم، فراح يونان اتغاظ لان كلمته راح يقول لهم المدينه هتنقلب، وهم تابوا وربنا رجع عن الغضب اللي كان هيعمله. فاتغاظ يونان بيقول له انا اختصت بالصواب؟ يعني عايز يقول يعني يا راجل بجد ولا ايه؟ انت زعلان بجد يعني؟ غيران للدرجه دي يعني؟ بجد؟ والمره الثانيه لما طلع على الجبل وقعد عمل لنفسه ظليله كده اهو، وطلع اليقطينه فوقيه الشجره دي ظللت فوقيه، وتاني يوم الصبح الدوده كانت الزرعه فالشمس ضربت على راسه، ويقول له يا رب خد روحي انا موتي احسن من حياتي مش عايز اعيش. قال له يا سلام بجد درست بجد هل اختصت للصلاه؟ الجمله دي نسمعها لما الواحد فينا يترك همه الخاص ويبص لهموم الاخرين، يترك مشكلته الخاصه ويبتدي يبص على مشاكل الاخرين وعينه تنقط في الاخرين، يترك خطيته الخاصه ويبص على خطايا الاخرين. يشبهوا الاباء كده يقولوا واحد عنده بعيد عنكم ميت، يسيب الميت بتاعه ويروح يعيط على ميت في بيت تاني. طب ده الواحد فينا لو بص لمسؤوليته، وريني طيب فعلا الغيره بتاعتك دي لما تلاقي كده جوه نفسك في حقد، في كراهيه، في غيره، في حب للمال، في كبرياء، وريني الغيره بتاعتك دي. وريني هتتغاظ ازاي على الحاجات الوحشه اللي جواك؟ ولا تشوف اتنين بيتخانقوا مثلا تروح تتغاظ عليهم وتقول مش مسيحيين، ما يستاهلوش يكونوا مسيحيين. هذا ده خادم وبيعمل كذا، دي خادمه وبتعمل كذا. ساعات الواحد فينا يتجرأ ويفكر نفسه ان هو ايه؟ زي ما بيقولوا يعني ايه؟ ملكي اكثر من الملكيين، يعني ان هو يكافح الكنيسه اكثر من المسؤولين عن الكنيسه. ربنا يقول له هل اختصت بالصواب؟ بجد ولا ايه؟ هو بجد انك انت غيران على الخدمه وغيران على الكنيسه؟ طب وريني حياتك الخاصه شكلها ايه؟ علاقتك بربنا شكلها ايه؟ شكل بيتك من جوه شكله ايه؟ يا ترى المسيح فيه؟ يا ترى بتصلي؟ يا ترى ولادك عارفين ربنا كويس ولا كما نكون من عاده؟ وانا بوديهم الكنيسه ماليش دعوه. دي مسؤوليه على كل واحد فينا انه ينظر لمهمته الخاصه، مسؤوليته الخاصه اللي ربنا حطها في ايده. يبقى يونان 1:3، يونان 2:8، يونان 3:4، ويونان 4:9. تمام؟ ده سفر يونان مليان دروس، مليان دروس كتيره. يونان يعلمنا الصراحه لما قالوا في السفينه، قالوا بسبب خطيه مين اللي حصل لنا ده اهو؟ تعال قول لنا التاريخ. فقال لهم انا عبراني، كان صريح، قال انا عبراني، انا هارب من وجه اله السماء والارض والبحر. كان صريح وكان جريء. يعلمنا دي يونان، يعلمنا ان مفيش واحد مهما يوصل لدرجات ان هو يكون معصوم الخطا. اليونان قديس عظيم ورب عظيم، ولكن فيه كان فيه خطيه، مفيش حد معصوم الخطا الا الله وحده. يونان يعلمنا ان الواحد يعترف بخطيته وما يتكسفش. انا هارب من وجه اله السماء والارض والبحر. ما تكسفش يعترف. كتير مننا النهارده واحد فينا يتكسف يعترف قدام ابونا.
تعترف قدام البحاره اللي ما يعرفوش ربنا، يقول لهم انا هارب من رحمه الله وانا عبراني والهي اله السماء والارض. يوناني علمنا ان الصلاه الحلوه تطلع من الضيقه، وهو في الحوض طلعت احلى صلاه من يونان. ما كانش ما سمعناهوش بيصلي قبل كده، او الكتاب ما كتب لناش صلواته، لكن كتب لنا صلاته وهو في جوف الحوت. يوناني علمنا ازاي تكون الصلاه لما قعد يتكلم مع ربنا في الاصحاح الرابع ويقول له يا رب انت عملت كده وعملت كده، وانا عارف انك انت طويل الاناه وكثير الرحمه، وانا قلت الكلام ده من قبل كده. خلي كده الصراع والشجار اللي جوانا ده يطلع مع ربنا في الصلاه. يا سلام، يا بختكم لو كان الواحد فينا عنده اعتراض يبص صديقه لله في الصلاه. يوناني علمنا برضه ان الله رؤوف ورحيم وطويل الاناه، ورحمته واسعه مش لشعب معين ولكن لكل الشعوب في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين، ربنا يبارك حياتكم، مبسوط ان اكون معاكم، وحشتونا يعني من فتره ما شفتكوش. صلوا ان ربنا يرد الفرصه الثانيه نشوفكم معانا مجموعه من اخواتكم هناك في فرنسا، جايين معانا 45 واحد، يعني يشوفوا محبتكم ويشوفوا جلستكم الحلوه وتتعرفوا على ناس حلوه برضه من فرنسا، شباب زي الفل في الصليب يعني. صلواتكم من اجل الخدمه هناك، ربنا يبارك حياتكم، الهنا المجد الدائم.